دكتور هنا اشتغلنا في الحته دي صح؟ ايه يبقى ان شاء الله نمسك بكره ولا لا؟ الحته دي كده اهي استنى ندي واحد فيكم يخش. لا الرايه من عندك كويسه؟ ماشي. بص بقى لا يحب يشوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنلاقي فيه الميزل سلوب هو من الحاجات اللي في البيرمننت الوحيد اللي فيه الميزل سلوب اطول من الديستال سلوب. وده عشان ايه؟ عشان الميزل سلوب ده الطويل ده هيقابل الديستال سلوب بتاع القناين الطويل. خدت بعض مش كده؟ عشان ما ننساش انا لو رسمت القناين كده ان ده ميزل ودي ديستال ديستال ده قابل بقى الميزل بتاع ده. القناين كانت طويل طوال بعض مع بعض. الفرق في تو كاسبس البكال كاسب واللينجوال كاسب. يبقى البكال كاسب اطول بواحد مل. هنا في الرسمه طبعا تبان اربعه عشان مضروب في زي ما اتفقنا البكال سيرفيس واللينجوال سيرفيس بتاع كل السنان ترابيزويد. كل السنان كله بس ايه اللارجست ناحيه السايزل او الاوكلوزال والسمولست ناحيه السيرفايكس او النيزل. خلاص خلصنا من القصه دي. الابر فريست بريمولر البريمولر الوحيد اللي احنا بنشوفه بال 80% له تورنز. الباقيين كلهم وان لود. اللور بريمولرز والابر سكند بريمولر وان رود. 20% ممكن نلاقيه بوان رود وفي كلا الحالتين هنلاقيه تو بلب كمان. لو كان تو رود او وان رود هنلاقيه له تو بلب كمان. خلاص؟ تشوف البكنال يطلع حتى لو كان روت واحد. لو كان روت واحد. انت هتاخد اللور فيرست مولر والاور فيرست مولر لما هكمله لك وهتلاقي في الميزيو بكال ليكتو بالبكنال. خلاص؟ لو خدنا هنا الميزيال والديستال الكاركترستيك فيتشرز بتاع الاور فيرست بالمولر موجوده في الميزيال سيرفس. ان في ميزيال ديفلوبمنتال جروف ميزيال. اللور كنا بنقول عليه ميزيولينجوال. ده اسمه ميزيال عشان ما تطوش بينزل من الميزيال ترينجولار فصة او الميزيال بيت اللي في الترينجولار فصة على الميزيال سيرفيس ممكن يبقى كروس سيرفايكال لاين ويكمل مع الديبريشن اللي موجود على الروت ترينجولار. خلاص هنا البايفوركيشن بتاع الروت مش بكامل الروت تقريبا في تلت الابيكال ثير بتاع الروت. لا يديني اثنين روت واحد بكل واحد لينجوال مش واحد ميزل واحد ديستال. واحد بكل زي الكاسبات كده يعني تحت الكاسبات واحد بكل روت واحد لينجوال روت. خلاص بعد كده بنلاقي هنا الكونتاكت اريا بتبقى موجوده في الجنكشن وبتاع ده في الميدل سيرف وهنا في الميدل سيرف. هنلاقي بعد كده الاوكلوزال سيرفيس هيبقى سيجنال ليه ستة اسطح ميزيو بكل وديستو بكل وميزيو ديستال وميزيو لينجوال وديستو لينجوال. اللينجوال سيرفيس بيبقى سترويدال الروت الكراون بتاع الكاسب بتاعه وناقص واحد ملي في سنترال جروف يمشي كده في النص يعني ما عندناش ترانسفيرس ريدج في تو ترانجولار فصة موجودة. ده الاوكلوزال سيرفيس. حد عايز اي حاجه؟ لازمك حاجه؟ لا هنا هو
الكلام اللي احنا قلنا عليه هو شباب بيبسي اهو، هنلاقي في البكال بتاعه زيه زي الكماين بالظبط، عشان النزل سلوب طويل والديستالات اقصر. وبعدين ادي في بكر ريدج، كنا بنسميها في القناه اللينجو الليبيا ريدج، بنسميها هنا بكر عشان احنا في البوستيريور مش اكتر. وفي السيرفايكال ريدج اللي قلنا موجوده في كل السنين، وفي التو ديبريشن كده جنبه زي ما قلنا في القناه اللي بيفصلوا لي الثلاثه لوب، لان الفيرست بريمولر ده بيتكون من اربعه لوبس، ثلاثه بكر زي القناين، واحد لينجو اللي كان سنجرام في القناين بقى قصب فيه البريمولر، وبقى اللينجوال لوب هو اللي عمل لي لينجوال كذا. طبعا بيبقى سلايتلي كيرف ديستالي، هنا ده اللينجوال، هنلاحظ الفرق بين الاثنين، الواحد مل اهي ده لينجوال كذا وده بكر كذا، الفرق بينهم الواحد مل دي خلاص. هنا الميزيال، في الميزيال غروف وده الدبريشن، ها. وبعدين ده الديستال مفيش حاجه خالص، سموز، عشان كده السنة دي لو تسوست اكتر حاجة تسوس من ناحية الميزة. وده الشكل الكروزل للبكر، ده لينجوال، ده ميديال، ده ديستال او اي مكان. يبقى لو انا كان كده هيبقى الجروف ده هنا كده، ده الميزيال عشان ده طويل، الميزيال القلب ده طويل، ده الديستال، الاقي ايه الميزيال من الجروف يطلع من كده. دي المسافات الابعاد، طول الكراون 8.5، طول الروت 14، مش هنعمل روت احنا خلاص السمستر الثاني عشان ما عندكوش روت، ممكن اعمله لكم. الميزيو ديستال كده 7 تحت 5، لما هنلف كده الباكولينجوال، دايما الباكولينجوال اكبر ميزيو ديستال. كنا زمان دايما بنقول الكريستوف كيرفيتشر ليبيا ولينجولي في السيرفايكال ثيرد، في البستيريور توس ما فيش الكلام ده، الكريستوف كيرفيتشر بكر في السيرفايكال وفي الميد وفي اللينجوال في الميدل ثيرد. اوريها لكم ازاي خلاص. يبقى هنا لما يجي ناخد المقاسات باكولينجوال اللي هو كده يعني من الحته اللي فوق العاليه اللي هي هتبقى هنا وهنا، هتبقى كام؟ 9 4.5 و4.5، ومن الحته اللي تحت دي هيبقى 8 4 4 عند السيرفايكل. الدكتور هذه كيف اللي 9 4.5؟ اه لك دكتور في الرسم خلاص. احنا هنا بناخد ربع طول الكراون، وهنا بناخد نص طول الكراون في اللينجو، نحط الكريستوف كيرفيتشر، وهنا بنفضل نحط الكريستوف كيرفيتشر اعلى او الهايت اوف كونتور او اعلى نقطتين. هنا ربع طول كراون، دايما الربع في البريمولرز بيساوي 2 مللي والتلت 3 مللي والنص 4 مللي، لان بنعتبره 8 مللي طول الكراون. هنا كم؟ هنا هنا بعد 2 مللي ونص 3، هنا بعد 4 مللي نحط لينجوالي. احنا ده بيبقى واطي، ده واطي، ودي الحتة العالية. هنا ده واطي، ده واطي، دي الميدل سيرد الحتة العالية. هنعملها نعملها وده خلاص. الرسمة دي بقى توضح لك اهو، انت هنا كده ده ميزو ديستال 3.5 3.5، 2.5 2.5 خلاص. هنا بنعمل السلوب، الميزة السلوب اطول من الديستال سلوب 1 مللي، يبقى هنعمل ده 2 مللي، ها، وده 3 مللي، 3 هنا 3 والربع خلاص سهل قوي. طيب بعد كده، بعد ما نخلص ده يطلع لنا الشكل ده، ده البكر اللي هو ده، وبعدين الحته الباقيه دي هنرسم الرسمه خط ده، وهنعمل مسافه بين التو قصب هنا كل 3 مللي و3 مللي، وبعدين هنا تحت السيرفايكال 4 4، يبقى 8. وده سر ان البوستيريور تيس في الميزيو ديستال بيبقى ترابيزويدال برضه، بس معكوس، الكبير سيرفايكال والصغير كلوزي، عكس البكال واللينجوال. البكال اهو كبير وده صغير، هنا ده صغير ده الكبير خلاص. في الانتيريور يكون ترايانجولار، في البوستيريور ترابيزويدال، ده البروكزوي
الابر ابر بوستير دكتور نفسه اللور هيبقى حاجه ثاني اوكي انا في الابر اه في الابر ها معكوس نفس الميزل في المولر صح ازاي لا احنا قصدي الترابيزويد الشيب ده معكوس ايه معكوس يعني ايه معكوس يعني اللارجس اطول والسمولس ناحيه الاوكلوز بدليل المسافه دي 6 والمسافه دي 8 خلاص دي هتسري على كل الابر بوستيبيتيز فيرست بريمولر سكند بريمولر فيرست مولر سكند مولر سيرد مولر هذا الكلام كله زي ما كله زي بعضه خلاص يبقى كل الابر مولر ابر بوستيريور بكر ولينجوال ترابيزويدال ميزيال وديستال ترابيزويدال بس افرق بس ميزيال وديستال ديستال معكوس خلاص وصلت هنبدا ناخد نشتغل بقى عشان نقعد نشغل ان احنا نشتغل دلوقتي هناخد مقاساتنا يا دكاتره خلاص ودي الكلمه دي بسم الله الرحمن الرحيم انا مش عايز الورقه دي مش باينه النبته نسوي البلوك بتاعنا نسوي كده الجنب اللي هنشتغل فيه نسوي نشيل الحتت اللي ملهاش لازمه تبقى نجيب جوال صور سويناه بنقيس 8 ونص معايا دكاتره معايا دكتور انت عايز هنا ولا هنا؟ خلاص لا انت عايز عايز هنا كده؟ هنعمل هنا كده 8 ونص نخليها 9 مش مشكله يعني الدكتور معلش ارجع كده كده تمام كده هنعمل كده 9 مللي طول الكراون ودي 14 كيلو روت هنعملها وخلاص ما ممكن اعمل لكم روت تتفرجوا عليه وخلاص بس انتوا مش مطلوبين دي 15 14 خلاص احنا معانا ده البلوك بتاعنا اهو اهو نضيف كده حلو كده بعدين نبدا نعمل ايه ميدلاين اهو هنقيس 3.5 كده او ممكن في الاول نقيس بس هنحدد الميزيال والديستال لو عملنا ده كده ديستال يبقى ده ميزيال مش كده عشان نعمل الايه نعمل بقى نقيس 3 مللي من فوق وناخد خط كده ونقيس 2 مللي وناخد خط عشان نحط عليهم السلوب خلاص هنحط هنا 3.5 هنا 3.5 هنا 2.5 هنا 2.5 بنوصل دي بدي في الاول ودي بدي مثلا يعني مش مهم نخلي دي طولها بعدين هنوصل دي كده ودي كده عكسناها ماشي هذا عشان كسب الطب دكتور اه وبعدين هنا هنعمل بعد كده نبقى نعمل ايه خلاص هنعمل اهو نشيل الزيادات دكتور في بعدين اختبار عملي في المولر لما يجي الاختبار يا اخي السؤال دبر على ربنا مستعجل انت ضغط تتعلم ايدك تشتغل بعدين نسيب الاختبار للميعاد
شبه القناعي كله كله بكر سيرف زي زي القناعي ايه المشكلة ده السيمكنا طلع كسر ادي ديستال ودي ميزيال خلاص مش كده في حاجه دي فاشله هنعمل بعد كده نرجع السيرفايكال لاين بتاعنا كده نرجعه كده خلاص هناخد الخط اللي قلنا عليه ده لا نعم على اعتبار احنا قسنا عند الخط اهو تمام ده السيرفايكال لاين بتاعنا يعني احط اربعه هنا اربعه هنا مش كده تمام اهو احط دي عشان اقيس بقى عشان احسن انتوا ايه اهو تقريبا هي اربعه دي تقريبا اربعه ماشي خلاص هنقيس هنا ثلاثة ثلاثة ثم دول المسافة بين القصبين هنيجي بقى لازم نحدد هنا البكر واللينجوال عشان نعمل ايه البكر نعمل له الهايت كونتور هنا عند السيرفايكل واللينجوال نعمله في الميدل تاني الرسمة هي أربعة أربعة عند السيرفايكال ثلاثة وثلاثة بين القصبين اللعبة هنا كلها بقى البكر لازم أعرفه هنا يبقى في السيرفايكال سيرد الهايت أوف كونتور هنا الهايت أوف كونتور في الميدل تاني خلاص ما بقاش فيه كم في القياس تقريبا القياس نص طول الكلام وهنا ربع طول الكلام نص مفيش مشكلة يبقى أنا أخدت خط أهو عند الاثنين مللي وهنا عند الأربعة مللي مثلا أحط هنا أربعة ونص مللي أنا كنت قايس دي أربعة مش كده لو انا عملتها كده بقت 4 ونص ولو انا عملتها دي كده بقت 4 ونص جميل اروح اوصل دي بقى 3 دي مش كده اوصل دي 3 دي يبقى بقى عندي الرسمه كده وكده 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 دي اللي عاليه دي اللي عاليه خلاص ونشيل نكمل هنا بقى الحته دي كده عشان الروت لو احنا يعني نشيل الزيادات الحته العاليه عندي في البكر فين اهي لغايه هنا الحته العاليه عندي في اللينجوال هنا خدتوا بالكم يبقى دي اللينجوال الهايت اوف كونتور هنا البكر الهايت اوف كونتور عادي زي ما كنا بنعملها في كل السنين هو كل الاختلاف اللي حصل في الانتيريور كنا بنعمل الاثنين دول العاليين قبل بعض وخلاص هنا لا هنعمل دي عاليه زي ما هي ودي في النص معلش حاجه هنشيل الزيادات دي ايه ده معلش دكتور ها ايه ده بس معلش دكتور احنا كنا في الانتيريور تيس عمده مش كنا بنقول السيرفايكال سيرت في السيرفايكال ريدج بره في الليبيا فهي دي العاليه اعلى نقطه وبعدين كنا بنقول السنجولان في السيرفايكال سيرد فهو يديني الهايت اوف كونتور لينجو فكانوا الاثنين في السيرفايكال سيرد لا هنا لا ما فيش هنا دي زي ما هي وهنا هتبقى الهايت اوف كونتور عندي في اللينجو والسيرفيس بتاع كل البوستيريور فيس ما عدا سنه اللي بقول لكم عليها في الميدل سيرد الحين البكر يكون في النص طول البكر زي ما زيه زي الليبيال من زمان مش نص ربع ربع واللينجو هو باقي هو اللي بقى في النص ركزوا بقى كده خليكم حلوين يعني هنشيل الزيادات دي خلاص نشيل دي كده لو عشان الروت انتوا مش لازمكم بس انا هعملكم تتفرجوا عليه انا عند البكال اهو هعمل دي كده بقى ودي كده عشان نعمل بكال ريدج وسيرفايكال ريدج مش
مش كده؟ معايا ولا لا؟ زي الكناين بالظبط، مفيش ما عملناش حاجه زياده. طيب اللينجوال لفت دي كده، اللينجوال بقى نعملها على حتتين، دي هنشيلها كده اهي مش كده؟ شيلها ستريت زي ما انت عايز، شيل بالطريقه اللي تريحك، خدت بالك؟ وصلت انا للخط بتاعي، دي بقت عالية خلاص، النص بقى عالي خلاص، لا اللي هعمل اللي تحت بقى، مش عملنا النص اللي فوق، عملته خلاص اهو، دي كده. طب والتانية عايزين الحتة دي اللي عالية، التانية اهي داخل خلاص اه اوكي. طب لو لقينا دي سلعت منا لتحت طلعها شويه لفوق كده، اقدر اظبطها لو هي عايزه انزلها لتحت هشيل من هنا، لو انا عايز اطلعها فوق هشيل من هنا. هذا بكر الرينجر لا اللينجوال بقى بكر خلاص اهو خلاص خلصنا منه ولا باقي؟ انا انت مالك باللوت، انا بس هعمله عشان يبقى كامل، بس شكله كامل وخلاص. خلاص عندي بريمولر اهو، اقدر اعيد بقى المقاسات بتاعتي براحتي عشان خاطر اعمله ايه انهي باقي ايه يا دكاتره، باقي الاوكلوزر ده اللي عايزكم تتفرجوا عليه وتاخدوا بالكم. هنقيس تاني الكراون بتاعنا طول اهو ماشي الحال. طيب هنا باكو لينجوال عايزينه 9 ما يزيدش عن 9، ماشي اطول شويه، نروح نعمل كده ناكل من دي شويه كده، مش كده جينا بناكل شيء بناكل كتير. لما انت هتقيس بالظبط بقى، انت هتقيس بس نقلل السكنس، نقلله من هنا لو انا عايز. كيف نسوي الكلوز حالا؟ مش هياخد نص دقيقة. نص دقيقة دكتور معاك. تمام خلاص اهو. انا عايز في الكلوزة دي عايز هنا مارجنال ريدج، المارجن الريد اللي كانت في الانتيريور في اللينجوال سيرفيس بقت في البوستيريور في الاوكلوزال سيرفيس، مش كده؟ فاكرين؟ ايه ادي مارجن الريد اهي، وادي كمان مارجن الريد هنا، واحد على الميزل واحد على الديستال. ها؟ واحد على الميزل واحد على الديستال. ضروري ميزل مارجن الديستال، وبعدين عندي تو تريانجولار فوصة، اعمل ادي فوصة اهي وادي فوصة اهي، فيها حاجة دي. انا هنا عندي ترانسفير سيرج ما عنديش، يبقى انا مش هخلي مش لازم دي تبقى مفتوحه، انا هرسمها لكم وتركوا تشوفوها. تخيلوا ان لو انا شلت المثلثين دول هيفضلوا القصبين دول ايه، هيفضلوا التو مارجن دول خلاص سهله. طب انا بحاول اعوض كده عشان لما اجي اشيل شيلها بهذيك صح؟ شيلها بها حاجة، خدوا اتفرجوا عليهم. أنا رسمت الأوكلوزا اللي هو ده. اللي هو احنا عندي تو ترانجلر فص أهو، واتنين مارجنال دي. والباقي ده يبقى كظم، وده كظم. كل
الكلام ده هتعمله في كل البريمولارز.